نحن عم نسأل دايما ضيوفنا اذا مرشحين على الانتخابات. هلا خلصت بس ضيفنا اليوم مرشح. ايه مرشح ومرشح. مرشح ومرشح الاثنين سوا وضيف غالي على قلبنا على كل حال. خلينا نستقبله. وقريب لقلبنا. عن جد كثير قريب للقلب، خلينا نستقبله هلا. وهلا حديث البلد مع خضر حبيب. بحديث البلد. ميرسي، مساء الخير إلك ولضيوفك. وسلامة قلبك. الله يسلمك. عن جد نحن بنقدر إنه بالرغم من إنك مريض اليوم يعني ضليتك على الوعد وعلى الموعد و يعني جيت على الاستديوهات. سلامة قلبك، هيدا من السباحة. الله يسلمك. ممكن غيار الطقس بس. نعم. برنامجك عزيز على قلبنا وهيدي فرصة ما بنضيعها الحقيقة للسبب، وصار رمز من رموز الام تي في اليوم. تسلم تسلم بوجودكم بوجود ضيوف مثلكم. بتعمل ثلاث مرات سباحه، كنا عم نحكي تحت الهواء بالجمعه. صحيح. تحت المي. هيدا قاسم مشترك بيني وبين ميشيل، لقيت اليوم انه سبورتيف يعني ثلاث مرات صيفا شتاء. ايه بالشتي وقت اكيد ضمن الوقت اذا كان وقتي بيسمح لي يعني، بس نعم. تقريبا ثلاث ايام بالاسبوع بالبيسين. بيسين شوفي بعمل لي شيء 2000 متر سباحه، يعني عم تحكي بظرف ساعه شيء 1800 متر 2000 متر. وبالصيف وقت حراره المي بتكون مقبوله. هلا يمكن صارت 22 ونص تقريبا 23، صار الواحد بيقدر يسبح بالخارج برا. هيدي بدها زقفه، لانه عن جد نحن بنشجع كل الناس. حبيب، انت نائب لبناني وعضو بكتله لبنان اولا عن الطائفه العلويه. صح. وبعد ما كنت سفير للبنان بغينيا صرت سفير لعكار المحرومه بالمجلس النيابي. بنفس الوقت نائب عن الامه جمعاء. أكيد. اليوم أكيد. النائب هو نائب عن الامه. أكيد. بيمثل باللحظه اللي بتصيري فيها نائب البرلمان اللبناني بتصير بتمثلي مش بس طائفتك او منطقتك بل بتمثلي اللبنانيين جميعا. هيدا غايتنا على كل حال ومبتغانا نحن. صحيح. كلنا. صحيح. وهيدا اللي عم نجرب يعني، بلكي كل اللبنانيين عم بجربوا انهم يوصلوا له. نأمل ذلك يعني. بس بدي اسالك يعني لانه انطلقنا من عكار. نعم. مين محروم اكثر، عكار الشماليه ولا غينيا الافريقيه؟ لاس فيغاس غينيا بالنسبه لعكار. بقول لك مع الاسف انه حتى القاره الافريقيه اللي نعتبرها اليوم دول العالم الثالثه. نعم. صار في عندهم حضارة أكثر من بعض المناطق اللبنانية وبالذات أكثر من منطقة عكار. شيء مؤسف حقيقة يعني بتشوفي اليوم وين العالم كانت وين صارت ونحن وين أخذين البلد. نحن يعني مش بس عم نتقدم، عم نرجع لورا. بالضبط. يعني أنا بقول لك قبل ما أجي بترك بنهاية 2008 كان الاتحاد الأوروبي عمل كونترا مع بعض الوزارات بأفريقيا لتموين جميع الأوتوسترادات الأساسية بمنطقة. نعم. كوناكري هي العاصمة على الطاقة الشمسية. يعني بدل هلا اليوم بتطلع من مثلا من بيروت بنكون مخلصين أشغالنا وأعمالنا بالمجلس أو عنا مثلا. نعم. أشياء معينة، راجع على طريق من بيروت لطرابلس أو لعكار معظم الطرقات بتلاقيها ما في عند ما في إنارة. ما في إنارة وعم نخسر شبابنا عليها. بالضبط. وشوفي قديش صار في ناس فاقدة حياتها على الطرقات من. نعم. مجرد عدم وجود إنارة على الطرقات وعلى الأوتوسترادات. فشي مؤسف الحقيقة. نعم بعض المناطق اليوم بلبنان محرومة بالصدق أكثر من القارة الأفريقية اللي بنعتبرها اليوم دول العالم الثالث. وهيدي اللي شفتها أنت وشهدتها بعينك يعني. أي عشتها وشفتها قولا وفعلا، وخاصة بمناطق الشمال. كنا بالماضي نقول إنه بعض المناطق المحرومة كانت بجنوب أو بالبقاع. بقول لك بصراحة اليوم أكثر المناطق محرومة بلبنان هي المناطق بالشمال بعكار وبطرابلس. خضر حبيب، بحسب مشاهدتك الطبخة الحكومية شوشطت ولا بعد في أمل إنه تطلع حكومة عن قريب؟ لكن بقول لك بصراحة منى لو يعني مثل ما بيقول المثل العامي إنه لو بدها تشتي كانت غيمت. نحن كان لنا موقف من الأساس واضح كتيار. نعم. مستقبل إنه حقيقة بدي أقول الأمور كما هي بصراحة. نعم. قوة 8 أدار وبالذات يعني حسب الله والتيار العوني لو بدهم يسهلوا تأليف هذه الحكومة اللي كان من الأسبوع الأول. نعم. اللي كان من الأسبوع الأول دولة رئيس مكلف تمام سليم كان ألف هذه الحكومة، ولكن وقت بدك تجي وتقولي مثل هيداك بيقولوا اللي بده ما بده يزوج بنته بيعلي لها مهرة. ثانك يو ميشيل.
بيعلي لها مهرة. فصار بدهم التلت معطل. نعم. صار بدهم انه كل الوزارات تبقى مع الاحزاب والتيارات كانت معهم ولا كان النفط ولا الاتصالات ولا. نعم. اليوم اللي بده حقيقه يسهل. نعم. ما بيعلي سقفه بهالشكل وبيقول انا بدي تلت معطل. يعني ما بقدر افهم انا انه خلال الحكومتين الماضيين مثل ديك المثل قال له مجرب المجرب كان عقله مخرب. مخرب ومين سهر على عنزته بجيب له توم. ثانك يو ميشيل ممنونك اليوم. يعني ما كل ما تمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. صحيح صحيح. طب الجره على تمها بتطلع على الماء. شو رايك انت بموضوع تلت المعطل لازم نعطى ولا ما نعطى طالما قلت لك هيدي هي تلت المعطل. تلت المعطل هي بتجي بتركب على قصه عصفور بالايد والعشره. كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي. هيدي هي اللي كنت عم بدي اقول اياها. طيب اليوم قوة 8 آذار تستغني عن تلت المعطل مقابل القانون الأرثوذكسي؟ يعني حكومة مقابل الواضح. قانون انتخابي؟ لا بقدر أقول لك منا من الواضح أنه قوة 8 آذار لا تريد يعني تسهيل مهمة دورة رئيس مكلف. يعني ما عندك أمل أنه تشكل حكومة بالقريب؟ قلناها بالماضي وبرجع بقول لك إياها هلأ وبقولها بكل موضوعية أنه بدهم فراغ. شوف الفراغ بلش من المراكز الأمنية. نعم. بقيادة قوى الأمن الداخلي بالمؤسسة العسكرية اليوم بالمجلس العسكري أيضا هناك فراغ. هناك فراغ حكومي وقادمين أيضا على فراغات. يعني عندي كمان بنهاية أيلول قائد الجيش كمان بيوصل بعتقد لسن التقاعد. ففراغ بعد فراغ بعد فراغ. هيدا اللي واضح أنه البعض في لبنان قوة 8 آذار وحسب الله بالذات في حال لا يوجد هناك حكومة. يعني اليوم نستنتج أنك متشائم ومش عن قريب رح تشكل الحكومة. بقول لك مع الأسف. نعم. من كتير متفائل أبدا. نعم. مع الأسف. خضر حبيب شو سبب مقاطعتكم لجلسة الأربعة؟ القانون الأرثوذكسي بس ولا في غير اعتبارات كمان؟ لا منى أنت بتعرفي اليوم الاجتماع اللي حصل نهار التنين مع هيئة المكتب. نعم. كان المفروض أن يكون هناك تداول وأخذ قرار بالإجماع داخل هيئة المكتب ومن ثم يتفقوا على جدول أعمال. نعم. اللي طرحوا بنهار الأربعاء الماضي. نعم. على جدول أعمال للهيئة العامة. ولكن الحقيقة لم يتم الاتفاق على يعني على جدول الأعمال بالرغم إذا بدك تجي للنظام الداخلي. نعم. تطبيق النظام الداخلي هناك مادة واضحة وصريحة إنه جدول أعمال لهيئة المكتب يتم بموافقة أعضاء هيئة المكتب. نعم. أوكي وما يكون هناك في استفراد بالرأي. ولكن الرئيس بري الحقيقة قرر أن يضع بند وحيد. نعم. على جدول الأعمال وهو بند اللقاء الأرثوذكسي بالرغم أنه في عندك هناك اقتراحات لقانون الانتخاب أخرى. نعم. وأولون الاقتراح اللي كان مقدم من قبل الحكومة اللي هني مفروض يعني يتبنوا. نعم. قرارهم. نعم. فلذلك نحن كان لنا موقف أنه يجب أيضا طرح الأمور الأخرى الاقتراحات القوانين الأخرى المطروحة ضمن جدول الأعمال وما يكون بند. نعم. وحيد. أنت شخصيا مع أي قانون؟ أنا بقول لك بصراحة نحن كتيار مستقبل كان لنا اقتراح قانون مزيج من الأكثري والنسبي. نعم. ما يسمى بالأربعين ستين. نعم. 40 نسبي وستين أكثري وكان عم يندرس الحقيقة هذا الاقتراح. نعم. مع حلفائنا بقوة 14 إدار من قوات لبنانية. نعم. والكتائب وأيضا مع جبهة النضال مع وليد بيك. نعم. بقدر أقول لك يعني توصلنا لمرحلة متقدمة جدا. نعم. نعم. توصلنا لمرحلة متقدمة جدا وكنا بنتأمل أنه هذا القانون الحقيقة ينطرح على جدول أعمال أخذ الموافقة عليه. علمتنا يا بيك أن الديمقراطية هي حكم الأكثر. خضر حبيب بتعمل سبور غير السباحة؟ بعمل سبور غير السباحة ايه يعني عندي هواية الهايكينج بالجبال الهايكينج الحكي والهايكينج فقط. في حدا غيره عنده هواية الحكي؟ ايه واحد غيره بعرفه. انا كمان شايفته قبل. اي مناطق عم تتسلق؟ بياخد معي عائلتي يعني بياخد مدامتي واولادي. بالسفر ولا هون داخل لبنان؟ عندنا محميات بلبنان عديدة. رائع. بالشمال نحن عندنا محميتين مهمين عندك بالشمال اذا عم نحكي عصا عندك وادي النوبيين محمية عمل فيها هايكينج كثير مهم. عندك محمية اهدين. نعم.
وعندك ايضا محميه الاموعه بعكار من اجمل حقيقه ما بعرف اذا اذا يعني والولاد بيشاركوك هيدا الحب بالضبط جايب لهم الجير كلها سبور عندي وجايبين الاكويبمنت العده كلياتها انا بستعمل يعني البادلز معي بس الاولاد ما بيستعملوا بس ايه ومدامتي بتطلع معي كمان اخر هايكينج وين عملتوه كنا بمحميه اهدم كنا باسبوعين بمحميه اهدم يعني روعه من الجمال الحقيقه ومثل ما عم لك في الاموع عم تعملوا هايكينج عند سليمان بيك يعني اذا هاي المنطقه مفتوحه للكل يعني مش بس لسليمان بيك مثل ما بنعرف بالعكس هيدي الاهل الشمال كله طيب هلا بدي منك تطلع بالكاميرا وتدعي الناس يطلعوا يعملوا هايكينج بالشمال وبالمحميه اللي كنتوا فيها اخر مره يعني اللي بقوله بنتمنى على اللبنانيين بجميع المناطق وبالعكس هيدي بنعتبرها من السياحه اللبنانيه داخل المناطق في مناطق الشمال كثير حلوه بنتمنى على كل لبناني انه اذا صار معه الوقت يجيب مرته واولاده ويطلع يعمل هيك جوله بالمناطق السياحيه بالشمال ان كان بمحميه اهدين او بجبال الاموعه او بوادي النوبين منها بيستفاد صحيا ومنها ايضا بيشجع السياحه بالمناطق الداخليه اللبنانيه وبيعرف عائلته على هالمناطق بس اهم شيء ما ياخذ معه راديو لا مش بحاجه لراديو ساطلع السفير لحاله بيكفي خضر حبيب كنت قبل شوي عم تحكينا وعم تقول بموضوعيه وبنعرفك موضوعي ويعني دائما قرارك غير متطرف مشان هيك رح نعمل لك خضر حبيب وانترفيو بتجرد خضر حبيب بتجرد وين اخطأ سعد الحريري انا بقدر اقول لك بكل صراحه كل شخص ما بيشتغل ما بيخطا وكل شخص بيشتغل بيصيب باماكن وبيخطا باماكن اكيد عم بحكي رايي بكل صراحه وبكل موضوعيه بالرغم انه القرار اللي اتخذوا بطلعته على سوريا كان قرار حسن نيه ومد يد للطرف الاخر ولكن انا برايي الشخصي بعتقد كان هناك خطا ما بهالزيارة نعم. بتجرد شو نقطة ضعف تيار المستقبل؟ اللون الأزرق هلا فرجيهم اللون الأزرق بسخسخ نقطة ضعف الوحيدة لك ميشيل في أجمل من لون السماء ولون البحر صح معك حق ليك صح ليكوا اطلعوا فيه في اجمل منه يعني بيعطيك لون صفاء يعني بدك تشوفهم بين عليك علامات يعني انك بدك تشوفهم اثنيناتهم يعني هلا لا لا بس بدك تشوفهم هلا اثنيناتهم طلع بعيون منى يي ميرسي ميشيل منيحه ميشيل بتجرد اعطينا ميزه بحزب الله ميزه سلاحه نوعيه سلاح في ميزه في ميزات عديده مش ميزه واحده بس حزب الله يعني اذا بدك تشوفي بدنا نحكي بالامور السياسيه بالبلد من اكثر مشجعين للسياحه و نحن عندنا ميزه مش انتقاد بدنا ميزه لا ولو معقول ما تلاقي لهم ميزه شو بدك اياني اكون ايجابي إذا بدك ياني يكون إيجابي بالوضع الحالي والأسبوع الماضي يعني والأسبوع الماضي السيد حسن عم يدعي لفتح جبهة جديدة بالجولين وعم يدعي عم يقول لك إنه شاء القدر إنه عند بداية كل موسم الصيف بيطلع أحدهم وبيفتح لك يعني بيعمل لك بروباغندا يعني لعدم طب حتى لو متفق معه مثلا سياسيا فيك تقول لي مثلا تنظيمهم تماسكهم لا أنا بقدر يعني أنا بقدر أقول لك إنه الإنجاز اللي حققه حزب الله بال 2000 كان إنجاز رائع بس يا ريتهم حافظوا عليه لكون ايجابي اذا بدك ياني يعني نعم تم الانجاز حققوه بال 2000 لغايه ال 2000 كان انجاز رائع بس يا ريت حافظوا عليه بتجرد بتخاف على ابناء الطائفه العلويه بسوريا بحال سقط النظام؟ لا اذا عم تساليني بسوريا نعم انا بقدر اقول لك لا سبق واتيت على ذكر انه الأنظمة تزول والطوائف والمذاهب تبقى بتجرد حط علامة على 20 لأدائك البرلماني خلال فترة نيابتك أنا إذا بدي قيم نفسي وأنا هيدا الشيء الحقيقة ما المفروض الناس تقيمك منا مش أنا بني قيم نفسي بس أنا بقدر أقول لك هون بدي أقول لك إذا بدي قيم نفسي
بأدائي بحضور الجلسات. نعم. وخاصة إذا عم نحكي اللجان، لأنه اليوم نعم. المجلس النيابي نعم. المطبخ المجلس النيابي هو اللجان. صحيح. المطبخ نعم. أنا بقدر قيم، بقدر أقول لك من 4 سنين لليوم نعم. يعني من حزيران 2009 ولغاية اليوم، هلا الشهر الجاي بنطبق 4 سنين، يمكن لما أتغيب مرة أو مرتين عن أي اجتماع بلجان، وأنا عضو بثلاث لجان نعم. بلجنة الأشغال ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة يعني التوجه. أنت نائب مواظب ومثابر من الأشخاص ومشارك فعال جدا. 18 على 20 بتجرد مهضومين شعراتها لكيتي هيك بياخذوا العقل كيتي. ولبسه سهل مثل مثال شو مكتوب على كارتك خضر حبيب؟ حساباتك المصرفية هي حاليا قيد التدقيق. أعترف بقيمة آخر قرض مصرفي أخذته. يعني بقدر أقول لك الحمد لله يعني مش قرضينك ولا مرة. لا الآخر قرض مصرفي يمكن من شي مشي 10 شهور تقريبا. على شو كان؟ مش تجميل، لا في قرض للتجميل صار. للتجميل؟ لا هيدي تركناها لغيرنا. شو كان موضوع؟ لا كان بمشروع عقاري. مشروع عقاري صحيح. ان شاء الله بيكون منتج ان شاء الله. بنتامل الوضع الامني اول شيء. نعم. يستقر، لانه اليوم اذا ما في استقرار ما في شك، ما في استقرار ما في اي مشروع بيمشي بالبلد مع الاسف. انت ميشيل مثلك عم تحكي وتنكت، امتى اخر قرض اخذته؟ اخر قرض اخذته من 7 سنين. شو كان؟ من 6 سنين اكزاكتلي. كان باقي مبلغ من المصاري لكمل بيتي، اخذته من البنك. سددته ولا بعد؟ بعد في شيء 20,000. لأنه كانوا عم بيسألوا عنك برا. هيدول الدرك للقرض اللي قبل. طبعا.